صافرة الحكم تعلم نهاية الشوط الأول. يتقدم نادي الوحدة السكندري حتى الآن بهدف واحد دون فاضل. تهنئ إدارة استاد الإسكندرية بقيادة اللواء هشام لطفي نادي الاتحاد السكندري ورئيسه الكابتن محمد مصرحي بمناسبة حصوله على كأس مصر لكرة السلة وذلك للمرة 24 في تاريخه. ألف مليون مبروك لزعيم الثغرة وجمهوره العظيم.